وحنا دابا ملي كنكونوا دايزين من هنا كنكونوا مسافرين ولا كنكونوا جايين من شي باديه ولا شي حاجه، ضروري كنوقفوا عند الناس اللي في الطريق كناخذوا الحليب واللبن. طبيعي ما فيه لا مواد حافظه لا والو، مزيان للصحه وفي نفس الوقت رخيص مرفق في الثمن، ماشي بحال هذوك الشركات اللي كيشدوا هذا الحليب وهذا الشيء كيخرجوا منه مواد ديال الزبده وكيحيدوا منه شحال من حاجه وكيزيدوا في الاثمنه ديالو، وهذا الشيء اللي كاين. حنا معنا هاد الناس هادو، الى هاد الفلاح الى هبط للمدينه وباع لينا الحليب يبيعوا لينا حتى بخمسة دراهم، حنا مزيان لينا ومزيان ليه هو. اما هو يبيعوا للشركه والشركه تستافد واحد الربح اللي كثير، والناس دابا داروا هاد الحمله ديال المقاطعه اللي داروا الناس داروها باش الشركه تنقص واحد شويه واحد درهم ولا 10 دريال ما غدر الشركه، هما بقاو كل مره كيزيدوا في الحليب وبقاو واخدين الراي ديالهم، بغاو يبقاو يبيعوا للناس بنفس الثمن، وحنا الشعب راه اتحد هذه المره ولقاو بان هذه المقاطعه هذه راه مزيانه لينا، حنا ناخذوا من عند الفلاح، من الاحسن لينا ناخذوا من عند الفلاح. الحليب ديال الفلاح كيجيبوا لك من البقره ديريكت بالفوائد ديالو بكل شيء، مزيان لينا لصحتنا ومزيان لينا لجيبنا، وتا الا زاد علينا الفلاح راه مواطن بحالو بحالنا، ماشي بحال الشركات اللي كيستافدوا من المواطن. انتوما منين جيتوا بلاصه باش تشربوا الحليب؟ حنا السكنه ديالنا في الدار البيضاء وجينا من بن سليمان، وقفنا هنا دابا في الطريق ضروري نشربوا اللبن في الطريق. وفين ما كنا فين ما مشينا في المغرب كامل كاينين هاد الناس كيكونوا في الطرقان بحال هكا في الطريق الوطنيه كنوقفوا عندهم ونشربوا اللبن طبيعي، وما عمرنا ضرنا ما عمرنا، وديما كنستافدوا منه الحمد لله. اي انت كتجي ديما تشرب حليب هنا؟ اه مره كندوز هنايا، كنجي عند السيده هذه كنشرب شرب عندها جبانيه ديال سميتو ديال سيكو. شنو في نظرك انت الحليب ديال العربيه كي داير؟ لا مزيان 100% طبيعي. اه طبيعي وصحي خالي من المواد الحافظه، و حتى شي ما كتزاد عليه حتى شي مواد كيماويه، يعني داك الشيء من الضرع ديال البقره الانسان اللي المستهلك. دابا قال لك الناس في رمضان بغاو يبقاو يستهلكوا غير الحليب ديال العربيه، ما يستهلكوش الحليب اللي يكون مزيان. واه هذه مزيانه، هذا كنشجع الناس انا على الطريقه هذه، ما كنشجعهم على انه يرجعوا لواحد العاده اللي هي طبيعيه وصحيه 100%. السكوت ذا كانوا كيشربوا غير من من طبيعه دابا بدون نقاش راه جدودنا ما كاين حتى شي ماكينه ولا شي حاجه في ذاك العصر، يعني راه كاينه غير ذاك الشيء طبيعي، يعني طبيعي 100%. بالنسبه للثمن؟ الثمن راه الثمن طبيعي ومناسب للدرويش. الحليب ديال العربيه كي داير مزيان؟ لا الحليب ديال العربيه مزيان، ولكن الحليب اللي عنده الحليب ديال البقر ديالو الحليب مزيان، وبالنسبه للحليب ديال الشركه تودي حيت هما ملي كياخذوا الحليب ديالنا حنايا كيديو هما الشركه ديالهم، ربما كيزيدوا فيه شي مواد حافظه ولا شي حاجه باش يبقى يطول واحد المده. راه الحال اي عندي عندي شي 10 كنحلبهم يوميا وداكشي، ولكن الحليب ديالهم ما بقيتش كندير سونتراليتيير، كان ناخذوا اللبن بوحده وكان الزبده بوحدها واللبن كنبيعوه. شكون اللي كيمخض وكيقد داكشي؟ عاد لاماشين. لاماشين كندير ملي كندير الرايب وداكشي كاين لاماشين هي اللي كتنخض، عاد كتنخض الحليب. الحليب ملي كتنخذو كتخرج منه ديك الزبده، الزبده كتخرج بوحدها واللبن كيخرج بواحد الجهه ثاني بوحده. شحال كتبيعوا الحليب للعبار؟ الحليب للعبار شحال؟ الحليب للعبار كنبيعوا ب 100 ريال 80 ريال 120 ريال ليطر، بحال بالنسبه لكم في رمضان كيتباع 120 وفي الايامات الاخرى ب 80 ريال ليطر. في الايامات العاديه 80 80 وفي رمضان 120 100 ريال باش كيتباع. واللبن تا هو بحال الا غادي نبيع مثلا للناس كنبيع لهم ب 80، كنت غادي تبيع للناس اللي غادي مثلا يديوه يبيعوه كتبيعوا لهم ب 50 ريال، وعاد هما كيديوه ثاني كيبيعوه مثلا يبيعوه ب 80 ريال 5 يطلب 400 ريال. وفي هذا رمضان كتزاد شويه الثمن. انتم
كتشريو العلف كتشريو كلش ولا غير لا لا عندنا العلف ديالنا كنديروا هذاك لونسيلاج كنحرطوا الدراق وهذيك الدراق كنشدوها كنطحنوها كنديروا لونسيلاج او ثاني النخاله او ثاني داك الشمندر كنشدوه كنرطبوه في الماء حتى هو كيتزاد وكتعطيه ثاني اللبهين باش في يوم الصيف كتعطيهم هذاك الشمندر والنخاله حيت كيبرد عليهم واليومات الاخرى كياكلوا الربيع وياكلوا الفوراج ياكلوا النخاله او هادشي ديال لونسيلاج ديال الدرق كنشدوه كنطحنوه كنديروه في الخيش وكنرشوه بعد شويه ديال الملحق باش ما يخسر ما والو او كنعطيوه للبهايم. انتم كتربحوا شي شويه الحاج؟ وربح الله شويه وصافي راه حنا بنادم راه معدي وصافي معدي اليوم وصافي راه تابع وصافي دايز ما اش غيتربح والو وعلى البهايم راه الثمن زين في الثمن البهايم داكشي اللي ربحتي غتربحي في البهايمات أولا داكشي ديال الصير ديال الحليب وديال الزبده وديال اللبن وصافي باش كتصير كتشري لهم العارف وتشري لهم ثاني الخبز كارم وتشري لهم باش تعطيهم ياكلوا او الفوراج هو راه هي هي راه ما عايش وصافي ما كاينش حاجه زعما كاين باش غتوفر شي حاجه ولا شي حاجه ما راه ما كاين والو ما كاينش حاجه اللي غتوفرها ما كاين والو حتى معيش على الدراري وحتى غادي مع الوقت وصافي ما كاينش شي حاجه والو الحاج شي كلمه اخيره واش شي كلمه اخيره شنقول لك الله يجعل سيدي ربي هو يصوم من فضله الله يعطينا على قد نفع الله يجعل سيدي ربي يصوم الوقت وصافي حزينه هذا العام ولا مزيان واخا هي كان الشو كل شيء ولكن مع الزرع وداك الشيء ما واخا دار فيه الربيع فيه داك الشيء ديال السيبوس درنا ليه الدواء درنا ليه كل شيء ولكن شويه ما به شيء الله يجعل البركه بنادم راه كي داكشي اللي دار الله هي اللي كاينه صافي حنا كنديروا السبب والكمال على الله صافي ما عندنا ما نديروا الله بقيرات ديال الله ماشي ديالي انا وحنا كنقولوا ديالنا وحنا ما كناش سابين له حنا ديال الله ما كتحلبوا حليبه منهم اي نحلبوا الحليبه ونبيعوها وهذاك الشيء باش عايشينوه صافي هادشي ما كاين والو اي لا بدو ولا شادينهم لا كناش ما نترزقوش فيهم الله نحيدوهم ونمشيو نخدموا باكتيفاتنا اللي جاب الله الله يجعل البركه شويه كاين شويه البركه الله يجعل البركه كاين الخير الا صاب بنادم ياكل ويشرب وعدو صحته ويحمد الله ما كاين باش غتقول تزيد شي حاجه اخرى راه الكذوبات عندك ما تزيد والو عايشين وصافي عايشين العيشه راه عايشين حليبة البينة زويدة كذا من هنا كذا من هنا حش رويعات اروح ارقد اصبح فيق ثاني هذاك الشيء حلب حليبة ثاني ارى الخد ارى هز البينة ارى بيع وشري ارى جابش الله ما جابش الله كان يجوا نرقدوا لا هادشي اللي كاين هو هذا الحاج كاينه واحد الحمله ديال المقاطعه على بهاد الشركات ديال الحليب والناس قال لك انها تلجا في رمضان خلال شهر رمضان للحليب ديال العربيه الحليب الطبيعي اللي كنعرفوا شنو نتوما الراي ديالكم كفلاح حنا الراي ديالنا نبيعوه هنا وصافي مزيانه لكم القضيه اي نبيعوه بلقا جاب الله علاقه حنا ما عندناش الكثره هذوك اللي غادي يبيعوا الحليب خاص تكون عنده 40 بقره 20 بقره كيدوا على الحليب يدوا على الطوار ديال الحليب حنا اش غنحلبوا غنحلبوا 10 لتر في النهار يلا كتقدنا كنديروا قهوه ولا تعطي لجارك شويه ولا تبيع شويه وصافي وهادشي اللي عطاني بحال كنت دابا الا جيتي عندي غادي بغيتي الحليب غادي نعطيك لتر ولا نص لتر ولا باش دير قهوه وصافي ديالكم نتوما النيت بشحال كتبيعوا؟ انا كنبيعوا دابا 140 140 دابا راه هاد الناس اللي كيشريو ودي يجي بيعها لنا يكون مزيان 140 ما درناش خاصو غير يكون منزرع البقره اللي عندنا لكن حنا ما كنقدروش نديرو فيه شي حاجة نديروش فيه شي حاجة حنا ما نديرو فيه والو ايه هادشي اللي طلع هو هذا شكرا بزاف الله يبارك فيك كيداير الفلاحة هاد العام مزيان الفلاحة خير مولانا تبارك الله طاحت شوية الشتاء العام كاين الشتاء وكاين الخير وكاين التمن موجود الربيع موجود فين ما مشيتي الخير موجود رحمنا الشياط مبني مسكين صراخنا اخرين بقى كلها الشويه كلها جات من الخير ديال الزرع والربيع الا انت واحد ما يجي حق الواحد ايوا هادشي لي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وكاين تواصل اجتماعي
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.